الصحيحين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد المبعوث رحمة العالمين. أحبائي وأعزائي متابعين قناة ريو ماشين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله النهاردة هنتكلم عن سؤال صديقة القناة الأخت من الجزائر، وقالت لي إن المكنة بتاعتها وهي شغالة مرة واحدة حست إنها مايلة، أو المكنة مالت فعلا بس مالت من فوق من ناحية الرأس. هي شغالة على مكنة سرفلة اللي هي المكنة الأوفر، والمكنة من ناحية اليمين مالت زي المكنة دي كده بالظبط. شايفين المكنة ديت من هنا نازلة لتحت ومن هنا طالعة لفوق اهيت زيها بالظبط. طيب السبب في المشكلة دي ايه؟ السبب في المشكلة ديت الأواعد دي ممكن تكون اتكلت أو فيها أواعد بايظة، الأواعد القديمة. فهنفك المكنة دلوقتي، هنشتري الراس ديت وهنشوف الأواعد بتاعتنا وهنركب الأواعد الجديدة ونشوفها تبقى عاملة ازاي. لكن الأواعد دي بتجيبوها منين؟ شوفي عندك من اللي بيبيع قطع غيار المكن، قطع غيار المكن، وتجيب الأواعد. بس قبل ما تشتريها، أنا بكلم دلوقتي الأخت اللي بعتلي السؤال، أنت قبل ما تشتريها أنت هتفك المكنة زي ما احنا هنفكها دلوقتي، وبعدين تشوف الأواعد بتاعتك سليمة ولا مش سليمة، لأن الأواعد ممكن تكون متاكلة. فاحنا هنشتغل دلوقتي على المكنة إيه؟ على المكنة بتاعتنا وهنشوف دلوقتي. يلا يا عم. اول حاجه لازم نفك الايه السلسله بتاعتنا عشان نرفع المكنه. هنفك السلسله وهنفك السير، وهنفك السير بتاع الايه بتاع المكنه. ايه رفعنا المكنه ايه. الاواعد بتركب فين؟ الاواعد بتركب عشان المكنه تقطع من هنا برايه، عشان المكنه ما تزحلقش. الاواعد بتركب هنا زي ما انتم شايفين كده اهي، زي ما انتم شايفين دي الاواعد اه. هنشوف الجديده وهنشوف القديمه. حطهم كده جنب بعض عم، واحده جنب واحده كده، واحده جنب واحده، عشان نشوف نيل عاليه ونيل واطيه. هي دي الاواعد يا جماعه، دي الجديد، ده الجديد وده القديم. مش شايفين مش عارف هنا باين لكم ولا لا، يعني لو جبنا واحده من القديمه وواحده من الجديده في فرق، دي متاكله شويه، الجديده اعلى شويه، الجديده اعلى شويه. هنجيب واحده ثانيه ونشوف اه كده الفرق باين. هنا دي القديمه متاكله، شايفينها متاكله ازاي، والجديده عاليه شويه. طب هنجيب واحده ثانيه ونشوف اه، دي القديمه ودي الجديده، القديمه برضو متاكله اهيت والجديده عاليه شويه. فيبقى المشكلة دي من ايه؟ المشكلة دي بسبب الأواعد ديت. هنطلع كده القديم وهنركب الجديد وهنشوف. يلا يا عم ركب. انتوا واخدين فاهمين هي بتركب فين الأواعد؟ أنا عايزك أو عايزك لما تيجي تشتري الأواعد تعرف مكانها فين بالظبط وتركب زي ما احنا مركبين كده. بعد إذنك كده عم أهو شايفين دي؟ مش ملاحظين حاجة هنا؟ كله ليه بنز زي ده كده، الاواعد كلها لها بنز. اللي من عند هنا ملوش بنز ليه؟ لا يا عمرو السبب ايه؟ عشان هنا طولنا شويه. قاعد هنا طولنا غير الاواعد الثانيه. المكنه من هنا من الاتجاه بتاع ده كده بيكون فيها ايه؟ زي بنز او بتكون ايه كبيره شويه. ما ينفعش البنز ده يركب فيها، ما ينفعش البنز ده يركب فيها. فعلا بنشتري البنز ده من هنا وبنركبها فيها على طول. ركب كده يا عم. استنى عم استنى اما اجيب ركب كده عم. شايفين عمرو وهو بيركب في قاعده من ضمن الاواعد اللي من جوه البنز بتاعها موجود. هنقلبها يا عم. ماشي عمرو استنى، عمرو ما تركبش المكنه، رجعها تاني كده اوريهم حاجه، رجعها تاني، خليك واقف هنا ابراهيم كده. ايه المكنه كده يا عمرو؟ بالراحه 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 بالراحه. اللي بيه اللي بيه اللي بيه اللي نايم نايم عشان جايه من تحت.
القواعد هنا بتركب فين بقى؟ شايفين هنا القواعد بتركب فين؟ ده مكان القواعد ده مكان القواعد اللي بتركب فيه من تحت. ده مكان القواعد تركب فيه من تحت، ركبها كده. طيب ده ما فيش فيه بنزل ايه؟ انت قلت لي في بنزل بيكون موجود جوه تحت هنا. فين البنزل اللي تحت هنا؟ ده ما فيش، هي بتركب كده بتخدم عليها كده. بتخدم عليها كده؟ طب لو ركبت بنزل ايه اللي بيحصل؟ لا مش تركب، هتبقى عالية شوية. هتبقى عالية شوية. شيل المكان ده. جاي احط كده في المكان ده؟ ماله مشكلة هالمكان. هو لازم يبقى كده من غير متعاكس. بص ايه شيل اللي انت ركبته وركب. بعدين هات عمرو اللي هات ابراهيم اللي وقعت تحت ديت. اللي وقعت تحت ديت حطها. شوف عمرو هيحطها فين؟ ركب من غير دي؟ انت ركبت كده بالبنز؟ ركب البنز ونشوف الله يحصل. احنا بنجرب مع الناس مع المتابعين ونشوف. الجنب ده عالي والجنب ده واطي. عشان البنز اللي هنا هو اللي معليها. طيب. نفيد كده ونشوف. كده مظبوط. كده المكنة مظبوطة. طيب. قفل على كده. انتوا حضراتكم ملاحظين دلوقتي لما ركبنا الجنب ده وفيه الجنب لما ركبنا في الجنب هنا القاعده دي وفيها البنز، الجنب ده بقى عالي. عشان كده احنا بنفك القاعده ديت، بنفك البنز من القاعده ديت وبنركبها من غير قاعده. ركبت يا عم؟ ده البنز اللي احنا فكينه، ده البنز اللي احنا فكينه اهو. يلا يا عم ركب، يا عم ركب السلسله وركب ال تمام؟ طيب دعم. هو ده الفيديو بتاعنا بتاع النهارده بتاع الاخت اللي سالتنا عليه اللي من الجزائر الشقيقه. ولو في اي حاجه او في اي حاجه مش واضحه اكتبوا لي في التعليقات. والناس اللي عارفه ازاي تركب القواعد ديت يستحملونا شويه، لان ده القناه مفتوحه للناس اللي محتاجه اي حاجه. اللي بيسال على سؤال يا جماعه، حتى اللي بيسالنا على لضمه المكنه او تركيب الخيط زي بعض الدول العربيه ما بتقول، وانا بعمله، فانا بعمله عشان الناس اللي مش عارفه. لو واحد بس بعت له سؤال وسؤال بسيط خالص، اكيد في 1000 واحد زيه مش عارفين، اكيد في 1000 واحد مش عارفين. فالناس اللي عارفه تستحملني، والناس اللي عارفه اقف عليها حاجه يكتبوا لي في التعليقات، وانا تحت امر الجميع. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.